الرحمن الرحيم. اليوم حنا في واحد الوقفه احتجاجيه امام الدائره الاولى. اليوم حنا تنعيشوا مهزله بكل المقاييس على مستوى سوق الخير. اليوم توضحت لنا الصوره بوضوح، هناك عصابه مكونه ماشي غير من الجمعيه، كاينين عصابه، كاينين متداخلين اخرين في هذا الفساد. اليوم تتبين بان حتى السلطه اليوم تتغطي على الفساد من اجل هذوك الشخصين ما يجبدوش السلطه، لان كاين شي مركب، كاينين اناس في الجماعه، كاينين اناس في المبادره، كاينين ناس في العماله، كاينين ناس في الجمعيه. حنا امام عصابه مركبه من اجل النهب هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. اليوم تنشوفوا ان مبادره تتباع وتتشرى، تنشوفوا اماكن تتباعوا وتتشراو. اليوم تنطالبوا بلجنه من وزاره الداخليه، لجنه مستقله لتقص الحقائق. نطالب من السيد وكيل العام انه يرسل لنا فرقه من الشرطه الوطنيه اللي عندنا الثقه فيها انها تفتح تحقيق في هذه الملابسات وتفضح الفساد الحقيقي، لان هذاك الشيء مركب. اليوم قائد الملحقه الاداريه الثانيه في مسرحيه جديده بطله تيدخل السوق بسوق زجاجي من اجل تاسيس واخراج جمعيه لحج الوجود تؤسسها السلطه. اليوم هادشي الناس الاخوان هنا ما موافقينش على هذه الجمعيه الثانيه، وتيقولوا بان هذه الجمعيه الثانيه جات للتغطيه على الجمعيه الاولى. هذه جمعيه فين عمرك اخي شتي ان قائد تاسس جمعيه؟ فين كاين هادي قائد تاسس؟ وخير دليل الجميع تعرف بان الناس اللي صوتوا في هذه العمليه اللي شرف لها القائد لا علاقه لهم بالمستفيدين. اليوم كنوصل واحد الرساله ديالي، انا كنقولوا احنا جينا عند السيد رئيس الدائره، ولكن ما احنا جينا عنده علمناه هو راه كيبان ليا الناس على المولى، ولكن شفنا ما كاينش الحضور ديالو هنا، ان كيبان ليا واقيلا قابل على هذه المهزله. انا الرساله ديالي كنوصلها للسيد العامل، كنقول ليه راه هذا السوق كيعيش واحد المهزله كبيره، هذه المهزله كبيره. حنا الجمعيه الاولى اللي حاربناها اللي اللي خربت على السوق، واليوم كنشوف واحد الجمعيه كتشكل فيها بعض الاشخاص ما عرفناهمش علاش كيقلبوا كتنتابي الاحزاب السياسيه، وباقي كيسيرهم بعض الاشخاص من الجمعيه الاولى، كيريحوا معاهم في قهاوي كيقولوا ما شديروا. وهذا رئيس الدائره كنا اقترحنا عليه واحد الاقتراح، هو قال لك هذه المهزله كيعيش هذا السوق، غنكون واحد الحل، شوفوا ديروا واحد بعد كل دارو الاول بي يدير جمعيه والسي ودي يدير جمعيه. قلنا لي احنا موافقين، احنا الناس من دخلنا السوق قال لك كل دار يدير جمعيه ويدير واحد الفيدراليه باش تكون باش ما يكونش النزاع، تكون نزاهه، باش اللي بغى يدير شي حاجه ما عندوش فين غيتحرك. هذا الرئيس الدائره كنتفاجئوا كان معانا في الخط نهار الاخر بالدرع ديالو، كنسمعوا بالله قال جاو عنده ناس قالوا لي لا هذا كذا هذه هاش ما علينا، احنا ما نقولوا احنا ما شفناش، احنا كنسمعوا ما نقولوا الشيء هذا اللي قال لك الدولي كادوات من الدولي. هذا رئيس الدائره، احنا كنقولوا نبوا الرعاه الرساله ديالنا للسيد الرئيس، وانا شخصيا كيعرفني رئيس الدائره انا معروف. شحال من رساله صيفطتي قلت لها انت رئيس الدائره الله يجازيك بخير، راه كنعيشوا واحد المهزله وراني كنحضرها لك، راه كاينين بعض الاشخاص راه واحد نصابه، كاينين راه كاينه عصابه ديال النصابه كيقول لي غنشتاشروا مع الناس وغنديروا هذيك، ولكن ما كيردش عليا بشي حاجه. اليوم انا كنبي لي واحد الطلب، الاول راك حاضر، انا دخلت انا الجمعيه اللي كنشوف الناس، حنا كانوا الناس ديال الدار الا كانوا كيقول لك هاد الناس هاد انا وهاد الشخص هذا كيقول لك انتم اللي خدامين هادو. اليوم كنتفاجئوا بعد نهار بعد دعم الانتخابات كي واحد الناس من الجمعيه الاولى كيدوروا عند الناس كيقول لهم راه غيدوا لكم بلايصكم، حنا اللي كنا في الجمعيه الاولى عارفين اش كاين، غندخلوا نضربوا لكم على بلايصكم. كيدخل كيمشي عند الناس وكيقول لهم جو صوتوا علينا، حنا هاد الناس كما كيعرفنا انا كناضل على الحق، ريحت انا في بلاصتي وانت عشتي هاد الشيء هذا، كنشكروك عشتي هذيك النهار شتي هذاك الشيء كيدير، ريحت في بلاصتي ما مشيت عند شي حد، كنتفاجئ وانا نجحت. ولكن من شفت بعد واحد الناس اللي ما كي اللي ما عندهمش الخير، ما باغيش الخير في السوق، وما كاين تما يتواطؤوا مع واحد الناس اللي باغيين يترأسوا في هذه الجمعيه، عندهم احزاب سياسيه، بان لي انا داك الشيء انا ما كاينش اللي غيطيح معايا في العافيه، بان لي الناس ضعاف، والناس هذاك
قلت لهم انا اخويا غنسحب، انما بان لياش اللي كيضرب على على مصلحه السوق، ما كيضربش على مصلحه السوق، كل شيء كيبان لي عن النصابه. السلام عليكم، معكم دريس فوراد مستفيد على مستوى الضالو اق. اليوم جينا باش نوضحوا المشاكل اللي كنعانوا منها احنا التجار في سوق الخير، وحنا اليوم راه امام مبنى ديال المقاطعه، جينا عند رئيس الدائره، وهذه اكثر من اربعه او خمسه المرات وحنا كنجوا عنده. الخطره الاولى اللي جينا عنده في الجمعيه الاولى كانت مشاكل، قال لنا غديروا جوج جمعيات باش تفاداو المشاكل، مشينا معاه في الطرح، الا انه من بعد تم اعلان عن جمع عام تحلت فيه الجمعيه. اليوم كنشوفوا الطريقه ديال التاسيس ديال الجمعيه طريقه لا اساس لها من الصحه، هذه من جهه، انه هو ما تم الاعلان قبل عن التاسيس ديال الجمعيه باش يكون تصويت بالبطاقه الوطنيه وورقه المستفيد. كنشوفوا بانه هو ما تمش الطلب ديال هذا الشيء، ما كانش شي واحد اي واحد دخل كيصوت بلا ما يكون لا بطاقه وطنيه ولا مستفيد. جينا عند رئيس الدائره اقترحنا عليه باش نديروا اربعه الجمعيات او جوج جمعيات على الاقل تفاديا للمشاكل، وباش يكون تلعب على الناس يكون قليل، يعني السوق كيضم ازيد من 1400 مستفيد، راه جمعيه واحده ما غاتسيروش. كانوا الناس راه الناس من السي الديسير مورين الديسير كيجوا عندي كيقولوا لي يا ودي هاد الناس راه ما كيصوت، هادو راه ما كيمثلوناش وما كنعرفوهمش. كنقول لهم ودي دو لقيتهم تاهما جبناء ما قدروش يدوق، انا ما تنعرفهمش باش غادي ندوي. انا الانتخابات اللي دازت عندنا في الاق انتخابات دازت كاع الناس اللي صوتوا كانوا مستفيدين، ولكن الناس اللي صوتت في السي وفي الدي الناس جات من تما كتقول لك جاونا ناس ما كنعرفوهمش. اليوم حنا جينا عند السيد رئيس الدائره اكثر من اربعه المرات، اليوم جينا باش كناشدوا باش تفاديا ودرءا للفتنه اقترحنا عليه هذا المقترح هذا، وهذا المقترح هذا لقينا فيه المعارضه من الاعضاء اللي تشكلوا البارح. وهذا المقترح هذا كيفاش؟ هو ان الجمعيه فيها 21 واحد، غيكون فيها رئيس وغيكون فيها كاتب وغيكون فيها امين المال. اقترحنا عليهم باش ذاك الرئيس يكونوا عنده نواب من كل ضالو، يكون عنده نائب من الأ ونائب من البي ونائب من السي ونائب من الدي، والامين المال كذلك يكونوا عنده نواب مختلفين باش يكون التساوي، باش وهذوك النواب اللي غيخرجوا من اللي ضالو امين المال هما اللي غيتكلفوا بالاستخلاص، الاستخلاص ديال المداخل، وكل مرفق غيتكلف بالمداخل ديالو وغيأدي الواجب اللي عليه. انا كنحمل المسؤوليه للسلطه لان هي الان ما كتحاورش معانا. السيد رئيس الدائره جينا عنده اكثر من سبعه الخطرات وما لقيناش، وحاليا حنا دابا راه كنتسناو هنا واحد الساعتين وحنا كنتسناو فيه، الله اعلم فينا هو. المهم حنا ما كان الغيب حجته معاه، منو يسمعوا السيد عامل البلاد حسين اجينان باش يعطي الامر ديالو باش يتدخل، لان هذا المقترح وهذا القانون الاساسي في قمه النزاهه، غيخلي اي واحد عنده اطماع باش ما يقلب على ما يدير بجيبه حنا حديناه. معكم عضو من الجمعيه اللي تاسست جديده، وانتم كنتوا حاضرين بالنسبه على مستوى الضروءه. انت كنت حاضر شتي الانتخابات كي دازت عندنا في قمه النزاهه والشفافيه بالنسبه لينا حنا في الهونغار تاعنا الا، ما تندويش على البي والسي والدي، لان السوق كبير تتكون من عده مرافق، والاخوان مشكورين اشتغلوا على واحد الفكره، وسيد القائد الملحقه الثانيه ايدها وزكاد الفكره هذه، قال لك من اروع الافكار اللي شتها اللي يمشي بها السوق ويزيد القدام في قمه النزاهه والشفافيه. بالنسبه لهاد الناس البارح فاش كنا تنشكلوا مكتب كانت مهزله بمعنى الكلمه الناس تسد عليها الباب، خصك تنتخب صحه، الناس امتنعت على التصويت، الناس خرجات، الناس ما بغاتش تستلم شي مهام وتتستلم هذيك المهام، ودخلات الكولاسه في الانتخابات قبل الناس ريحوا في القهوه. بالنسبه للناس مشكورين اللي باغيين مصلحه السوق وتنعرفوهم شرفاء، خدموا على واحد قانون اساسي وقانون داخلي في قمه النزاهه والشفافيه، اللي قرا تيقول لك هذا من اروع ما شفت. الناس مبدئيا كانت تقول لك موافقين عليه، فاش دخلنا تسد علينا الباب ولا تقول لك لا هذا القانون ما خدامش لينا، هذا الشيء خلينا ناكلوا ونشربوا، بغيتي تمشي معنا في الخط مرحبا، ما بغيتيش تمشي معنا في الخط حيد سير بحالاتك. جمع شي اعضاء نفهمهم بان هذه الفكره ان المرافق تولي تخلص الحراسه الامن والنظافه كل واحد على حيده، يعني يكونوا هما ما تيخلصوش، لعب على هذه النقطه هذه وشد اغلبيه الاعضاء عنده، يعني هما تيديروا هذا اللي بغاو امين المال، هذا اللي بغاو رئيس داخل هذا السوق المنهوب من طرف مسؤولين اللي هي السلطه
وبعض الجمعيات السلطويه. حنا قلنا من الاخطاء نتعلم. جات واحد الجمعيه اللي هي كتكون من جوج الاشخاص اللي هما معروفين، حنا ما ندوش على مكتب كامل، كانوا جوج اشخاص هما اللي كيجيروا داك السوق، اللي باعوا ازيد من 120 بلاصه ما بينها لي كولوار ولي دالو. كارثه عظمى، كارثه عظمى. تسول من طاكسي كيقول لك اودي هاد المهزله راه كثيره. واليوم قلنا اودي غنديروا كل دالو غيدير جمعيه باش الناس مستفيدين، الناس مساكن راه لا اله الا الله، باش كله يجيري. مع انت كتبيع الملابس، واحد بغى يجيري كيبيع الخضره لا يمكن، كتبيع الحوت باش تعرفني انا اش كنبيع التليفونات راه ما يمكنش. من بين نديروا هاد الامور اللي هي قانونيه ونزيهه، جينا عند السيد رئيس الدائره مشى معنا في الاطار، كنتفاجئوا بالغد الاخر كيبدل الراي ديالو. ليش؟ الله اعلم. كنت فاجئ بواحد الشخص اللي هو دخل السوق كيفرق الفلوس، المبالغ الماليه اللي هي كارثه عظمى. هذا السيد كينتابع لحزب سياسي سابقا البام، ودابا حاليا للسبوله، ودار حملات انتخابيه، واليوم جا يترأسنا اللي هو معروف ومخبر وما عندوش مصلحه للسوق. وعندنا لي ميساجات ودلائل كيقول الناس ديال الاعضاء بلي احنا مصلحتنا خارجيه ماشي داخل السوق. خلينا نديروا اعضاء نقحموهم مع دوك الحلالف، احنا حلالف، احنا راه مستفيدين. احنا اليوم بين مصلحه السوق بين السلطه دير واحد النظره وتاسس الناس اللي هما حرفيين وعندهم غير داك السوق. وبيت ندلي بواحد المسرحيه اللي دار القائد الملحقه، جاء واحد الاعلان علقوا لنا في الباب اللي هو اعلان سيتم التصويت برقم استفاده ولا كارت ناسيونال. جيت يا رئيس ساعه القائد، دخلتي بداك الصندوق حطيتيه في ليدالو ياك، كنتفاجئوا فيك ما فعلتيش داك الاعلان. انت اليوم ما كتطبقش القانون ديالك اللي هو انتخاب بلاكارت ناسيونال وبطاقه استفاده. كنتفاجئوا بناس خدامه في الاماكن كتصوت، كنتفاجئوا بداك الشيء عشوائي، كنتفاجئوا بعون سلطه اللي كيدعم اطراف داخل ليدالو. واش حنا اليوم كنمارسوا حمله انتخابيه